اهلا وسهلا بحضراتكم. كيف الحال؟ النهارده هنشوف مع بعض الجزء الخاص باسناد المهام واداره المقاولات ومتابعتها من قبل الاداره في برنامج المقاول المحترف المعتمد على نظام الاي ار بي سيستم اودو. هنشوف دلوقتي مع بعض. انا دخلت الجزء اللي هو الخاص بتاع المشروعات. ايه المشروعات اللي عندي في النافذه دي؟ بيبان عندي المشروعات اللي الشركه شغاله فيها، سواء الشركه دي شركه مقاولات انشائيه او مقاولات صيانه او مقاولات تنظيف او مقاولات حدائق او حمامات سباحه، ايا كان نوع المقاولات اللي شغاله، او حتى لو الشركه شغاله في كل هذه المقاولات. لو الشركه شغاله في كل هذه المقاولات هيكفيها نسخه واحده من البرنامج تدير بيها كل المقاولات دي باحتراف، بدل تداخل المهام وعدم ادارتها بسهوله. فهنا بيقول لي كل مهمه او كل مقاول مقاولات بتكون عباره، ظهر عندي كده بناء مبنى سكني وبناء مدرسة في العمارات. ممكن يبقى النافذة دي فيها 50 مقاولة مفتوحة في تخصصات مختلفة، شيء مقاولات إنشائية وشيء صيانة وشيء آخر مقاولة ديكور وشيء آخر مقاولة تشطيبات وشيء آخر مقاولة مثلا تنظيف وعقد تنظيف، كل هذه الأمور. فنيجي هنا مثلا، أنا أقدر أنشئ مقاولة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة زي ما أنا عايز. أعمل كده تاني، جات المقاولة جديدة غير المقاولتين دول، فاقول اسم المشروع وليكن مثلا صيانه مبنى بلديه بمسقط مثلا، اقول انشاء كده. انشا لي صيانة مبنى البلدية بمسقط كمقاولة، وخلى المقاولة دي مفتوحة ليا أضيف فيها مهام. مديني هنا مجموعة من الأعمدة، وكل عمود تحتيه مجموعة من المهام المتسقة في مرحلة واحدة. طب بدل ما ننشئ دلوقتي، تعال نشوف حاجة من الحاجات اللي معمولة بالفعل. يعني مثلا لو أنا جيت هنا في بناء مدرسة، إحنا كنا عاملين فيها نموذج للمهام اللي فيها، فلاقي هنا متقسمة أعمدة وكل عمود في المهام اللي تحتيه. مثلا دي عمود مرحلة البناء، مرحلة البناء بدأ من مهمة التنظيف الأرض، مرحلة حفر الأساس، مرحلة تسليح الأساس، مرحلة البناء. تمام، ده المراحل بتاعتي. أقدر أضيف والمهام بتاعتي الخاصة بمرحلة البناء. أقدر أضيف مثلا مهمة أخرى بكل بساطة، أضغط إضافة وأضيف مرة. وكل واحدة من دول لو خدت بالي مجدولة بتاريخ معين، فلاقي هنا مثلا في علامة الوقت دي مدياني إنذار أحمر. معناها إيه؟ معناها إن المهمة دي يعني إحنا متأخرين في تنفيذها. المهمة دي إحنا متأخرين في تنفيذها ووقتها عدى. فأول ما نخش كده كإدارة نتابع إيه الحاجات الأحمر دي؟ لا، دي لازم نستعجل في تنفيذها. هلاقي لون البني ده، ده معناه ان المهمه دي مجدوله النهارده، ان هي لازم تتم النهارده، فالمفروض تتنفذ في اليوم ده. اخضر دي معناها ان هو لسه قدامنا وقت، يعني لسه مش النهارده، هي في الاعمال المخططه لها في المستقبل، ممكن ندخل ونشوف التاريخ بتاعها وكل حاجه. والاقي هنا صوت شخص، ده الشخص المسند له المهمه، لان وانا بعمل المهمه بيطلب مني المهمة دي مين اللي هيعملها؟ وهو شخص أيضا ليه حساب على البرنامج، بحيث بيدخل على البرنامج كل يوم بيطلع له إشعار زي كده يقول له إيه المهام اللي عندك؟ يعني أنا هنا أنا كمحمد مطلوب مني نشاط، أنا هنا كأدمن البرنامج ده في مهمة متسجلة ليا المفروض عندي النهاردة. أول ما دخلت كده الصبح، يعني الإدارة ممكن تعمل التخطيط ده لكل مشاريعها في يوم واحد، لكل مشاريعها مثلا على مدار شهرين جايين بالمهام التفصيلية. والشخص كل شخص بيخش بالحساب اليوزر بتاعه ويشوف ايه المهام اللي عنده. يعني مثلا دخلت انا داخل بالادمن، عندي مهمه، انا هي عندي مهمه اليوم وفي الانشطه المتاخره، واقدر اخش اشوف ايه المهمه دي وهنشوف ازاي دلوقتي. تمام، بعد كده عندي مرحله اخرى، مرحله البنيه التحتيه، الكهرباء وعمل السباكه، مرحله التشطيبات، الدهانات، واقدر برضو اضيف صور تعبيريه او صوره مثلا هيكون محتاجها الشخص اثناء التنفيذ. يعني مثلا لو الدهانات في لون معين او باليت معين هيشتغل عليه،
المفروض احطه له هنا. الارضيات لو في تصميم معين او خريطه معينه مفروضه احطها له هنا، متاح جدا جدا، وانا بسند المهمه للشخص اللي هيشتغل المهمه دي. كاداره عندنا صلاحيه ان احنا نغير ترتيب المهام. اسحب مثلا مهمه كده بالسحب والافلات بكل بساطه واغيرها في نفس المرحله، او انقلها مرحله اخرى ايا كان، او افتح لها عمود جديد وانقلها بكل بساطه وسهوله. تمام. وده اول ما بعمله بيسمع عند كل الناس اللي عندهم مهام. وزي ما قلنا احنا نقدر ناخد اول ما ناخد المقاوله نعمل الخطه بتاعتها لمده 3 شهور ونسند كل المهام بالتواريخ مجدوله، وكل شخص يخش الصبح مش محتاج اتابع، انا هتابع على الكمبيوتر خلاص، مش محتاج كل يوم اعمل ميتنج مع الناس واقول لهم يا فلان اعمل كذا يا فلان اعمل، لا خلاص عندي الكلام ده مجدول، وكل حد بيخش على السيستم الصبح يشوف ايه الحاجات المجدوله عنده. واحنا كاداره بنشوف ايه الحاجات بقى المتاخره، ده احمر ليه، اتاخر ليه، ده المفروض هيتابع هيتم النهارده، اتابع بس الناس على السيستم نفذوا ولا ما نفذوش، ده الامر يعني. تمام. طب هل انا اقدر اضيف مهمه داخل المشروع بتاعي؟ اه بكل بساطه اعمل بلس هنا، انا عايز اضيف العمود ده عنوان المهمه ايه، وليكن مثلا 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 احنا في مرحله البناء، استلام، او خليه مثلا ايه استلام مستخلص من العميل مثلا. طب ده المهمه دي هنسندها لمين؟ انا هنا باجي المسند اليهم اختار الناس اللي هيعملوا المهمه دي، ممكن اختار الادمن ده انا مثلا او حد تاني، اي شخص من الاشخاص اللي عندي. طبعا تبقى قائمه طويله فيها كل الناس اللي شغال عندي، لان كل واحد ليه حساب على البرنامج وبيتابع المهام اللي عنده. فانا مثلا هختار او خلينا اختار الادمنستريتور ده عشان احنا هنشوف انا داخل بيه دلوقتي عشان تظهر لي في قائمه مهامي. تمام. وعملت اضافه، هلاقيها اضافت مباشره استلام مستخلص من العميل، بس مش محدد لها وقت. خلينا نحدد لها وقت، نجدولها تاريخ امتى، مثلا النهارده 10/11، خلينا نقول بكره، وهو نسيته صح. ولو عايز اقول وصف ليها او ملخص وبعمل جدولها. تمام. خلاص تم التعيين، استلام مستخلص، واخد اللون البني معناه ان هو النهارده المفروض يتنفذ. تمام. طيب يبقى كده اضافه الايه المهام داخل المقاوله او المشروع. طيب انا لو رحت المشروعات تاني هلاقي ان انا عندي هنا بناء مدارس العمارات عندي 11 مهمه، وانا كنت داخل جوه المشروع نفسه وشفت ايه المهام اللي فيه. ممكن بناء مبنى سكني برضه اخش اشوف ايه المهام اللي فيه، وممكن صيانه مباني البلديه دي ابدا اضيف فيه مهام. زي ما احنا قلنا ده احنا لسه عاملينه مع بعض، ما كانش في اي مهام، فبيقول لي اضف عمود مثلا، اقول صيانه عمود خاص بصيانه المكيفات، صيانه المكيفات مثلا، واعمل اضافه او اضاف العمود اهو ده اللي هيتضاف فيه مهام، صيانه الكهرباء والتوصيلات ممكن اقول صيانه السباكه، وممكن يكون عندي برضه من ضمن المهام النظافه العامه للمبنى. يبقى انا كده ضفت العواميد اللي عندي، وكل عمود اقدر اضيف فيه مهام. اجي اقول هنا مثلا مهمه صيانه المكيفات مثلا، والله عندي عنوان المهمه ايه، وليكن مثلا تنظيف فلاتر
المكيفات. تمام؟ وهسندها لمين؟ مثلا هسندها لمحمد واقول له ضف. بهذه الطريقة أنا ضفت أول مهمة في القصة دي، وأقدر بقى أضيف موضوع المكيفات ده وطبعاً أقدر أجدولها. أقدر أجدول المهمة، يعني أحط لها تاريخ محدد زي ما قلنا، والله دي المفروض تتعمل يوم 13 مثلاً، ويعملها محمد، وأقدر أضيف وصفة أكتر لو حابب. والجدولة خلاص كده المهمة دي مجدولة عندي، وأقدر بقى أضيف كل المهام الخاصة بصفة مكيفات هنا، وأسندها للأشخاص بتاريخ محدد، وكذلك أمثلة الكهرباء، وهكذا وهكذا وهكذا. نرجع للمشروعات، يبقى كده دي فكرة المشروعات. وزي ما قلنا نقدر نضيف وليكن حتى 50 مشروع 60 مشروع مقاولة مثلا مرتبطين بيهم كلهم، ونجدولهم كلهم، ونسند المهام للأشخاص اللي احنا عايزينهم في الإدارة عندنا، مين ومين ومين هيعمل ايه لمدة حتى 3 أشهر قدام. والموضوع كل شخص هيخش صباحا نشوف ايه المهام اللي عنده. لو نفتكر ان انا كنت دخلت هنا كان عندي مهمة واحدة صح، عشان انا ادمنستريتور، بس واحنا شغالين انا ضفت لنفسي مهمة اللي هي بتاعت المستخلص، ان انا عايز مستخلص من العميل. لو فتحت كده هلاقي عندي 2 مهمة اليوم، ممكن اخش اشوفهم، ادوس عليهم كده راح يجيب لي المهام بتاعتك الحفر والتجهيز. ادمنستريشن ده عندك 2 مهم، الحفر والتجهيز ده النهارده بناء مبنى سكني، وممكن اخش اشوف ايه التفاصيل ولو في خريطه والكلام ده كله، واستلام مستخلص من العميل بتاع بناء مدرسه العمارات. دي حاجتين مشروعين مختلفين، ودي المهام بتاعتي انا كشخص اللي بجيبها منين، يا اما بجيبها من هنا الاشعارات، كل ما اخش من الصبح اشوف الاشعارات اللي عندي، او حتى اخش من هنا مهامي، كل واحد يخش بالحساب بتاعه ويشوف ايه المهام بتاعته. هلاقي صندوق الوايد جاي فيه القصص دي، ان انت عندك المهام دي، استلام مستخلص وبناء مبنى سكني، تحضير بناء مبنى سكني. لو دخلت جوه تحضير دي اشوف فيها ايه، عشان عايز انفذ المهمه بقى، هيقول لي المشروع بناء مبنى سكني، العميل ابراهيم الطواش، الموعد النهائي كذا، التحضير الوصف ايه، التحضير لعمليه الصب والمراجعه ومراجعه ما تم انجازه في الحفر وتجهيز التربه. طيب انا عايز ابعت رساله لحد معين معانا في الفريق، يا فلان انتوا عملتوا كذا مثلا، او انا دلوقتي هتوجه اخد المعده واحده التليفونيه ايا كان، ادراج ملاحظه او جدوله نشاط او افاق، عندي هنا موافقات اشوف الموافقات ايه، بعت لي الاداره بعت لي الموافق ده، وممكن انا اضيف موافق اخر، يعني مثلا هو ممكن بعت لي موافق الشغل في المرحله السابقه، اي حد اللي شغال في المرحله السابقه اللي قبلي اضاف لي موافق ان تم مثلا حفر، او انا داخل بعد ما اخلص اصور واعمل اضافه موافقات واضيف الموافق ان تم التنفيذ، واشوف انا في متابعه وفي 2 على السيستم بيتابعوني في المهمة دي، يقدروا يتابعوني يشوفوني عملت ايه. تحضير المهمة، تحضير التربة، وزي ما انا اديت تفاصيلها، واقدر هنا خلاص بعد ما اخلصها ان انا اعمل تعيين كمكتملة، بحيث تسمع عند السيستم كله وعند الناس كلها اللي بتتابع ان تم الانتهاء من تنفيذ هذه المهمة. تمام؟ يبقى دي المشروعات زي ما قلنا، كل مشروع من المشروعات ومهام يتم اسنادها لاشخاص، زي ما هتكلم بالتفصيل يعني. وفي عندي طبعا تقارير وكل هذه الامور. خلص الشكر والاحترام والتقدير لحضراتكم، وفي مجموعه من الفيديوهات الاخرى بتتكلم في نفس الموضوع.